السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم غادي نقدموا معكم واحد طاجين ديال البرقوق، الحماد ديال البقرين. غادي نحتاجوا هذه الكميه هذه ديال اللحم، كل واحد كيدير على حساب داكشي اللي باغي. دابا نديروا التوابل. هنا عندي قحقله وبسيبيسه في هاد شويه شويه، ماشي بزاف حيت اللحم اصلا شويه. سكنجبير، البزار قويوش، خرقوم، البلدي، عود، صبر يابس، حضوا الماء ديال الزعفران اللي عنده الحر يديرو. دابا غادي نحطها شويه تطلق. نجيبلكم هي، نحاولوا نحتفتوها بحال هكا. شويه ديال الملح، الزيت ماشي بزاف، شويه د الماء، شعلوا عليها التقله. ندخلها هكا هاد الشرميله في اللحم بهاد الشكل، نخليها اللي غادي نحس بها هكا تقلات مزيان. غادي نزيدها البصله صافي، ونخوف عليها العافيه ونخليها طيب. غادي ندوزو دابا البرقوق، نعملو هنا حتى يطيب. غادي نعملو واحد سيطرو د الماء بالشكل، كاس ديال سنيدة، البرقوق، عندي هنا الخسول والحطب، صافي. نخليها هنا تسلق حتى تعسل، نزيد واحد عويدة ديال القرفة. عويدة ديال القرفة غادي نزيدهم، نخليه هنايا يطيب مع طيابو مع التعسال، كيجي هو هذاك. بالنسبه لهاد البصله غادي نزيدها ملي اللحم ديالي غادي يتقلى مزيان. غادي هاد اللوز حتى هو غادي نصيبو، هاد الجنجلان غادي حتى هو يتزين. هادو هما المقادير ديالنا. دابا ان شاء الله حتى يطيب هادشي ونتلاقاو. السلام عليكم.
البرق كامل بعد ما تعسل. صافي دابا راه تعسل. خلي الحيمة بدا تقلات وتغمرات وكتجي مغمرة وزالة. دابا غادي نحطها ان شاء الله شي واجد. الطبق ديالنا هذا هو الشكل ديالو النهائي، نتمنى يعجبكم، راه كيجي رائع طيب على حقه وطريقه. نتمنى يعجبكم، لو عجبكم ديروا لايكات ومشاركه، الله يجزيكم بخير. خليونا اللايكات ومشاركه وبارطاجيوه لينا. شكرا لكم بزاف وجوده منكم وشكرا والسلام عليكم.